سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. نشرة الأخبار من استوديوهات سهيل، والبداية بأبرز العناوين. الوفد الحكومي لمشاورات الكويت يؤكد أن قصف الإنقلابيين للمدنيين ينسف مسار السلام. أسر 27 مسلحا إفريقيا استخدمتهم الميليشيا الإنقلابية للقتال في تعز. حراسة مدير شرطة عدن تحبط عملية انتحارية استهدفت البوابة الخارجية لسور منزله. تفاصيل الأخبار أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. دعا الوفد الحكومي في مشاورات الكويت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى موقف فوري من خروقات الميليشيا الإنقلابية لوقف إطلاق النار وجرائمها المستمرة في حق المدنيين بتعز. وقال الوفد إن استمرار قصف المدنيين جرائم حرب تنسف أي مسار للسلام وتؤكد كذب الميليشيا الإنقلابية. وأكد الوفد الحكومي في رسالة سلمها اليوم للمبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أن التفجيرات المستمرة للمنازل وإرهاب إرهاب لا يمكن السكوت عنه. وذكر الوفد الحكومي في تقرير مفصل عشرات الخروقات التي ارتكبتها الميليشيا الإنقلابية والتي تهدد بانهيار اقتصادي وتجريف مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية عبر تسجيل عشرات الآلاف من الأسماء كموظفين ومنتسبين للمؤسسات الأمنية والخدمية المدنية. وفي شأن متصل التقى الوفد الحكومي مع السفراء الأجانب وأوضح بأن تفجير المنازل إرهاب وليس مجرد مخالفات أو خروقات عابرة. عقد المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ مساء اليوم جلسة مشاورات مع مجموعة مصغرة من المشاركين من وفدي الحكومة والإنقلابيين. وقال ولد الشيخ إن الجلسة كانت مثمرة وهدفت إلى التعمق في البحث عن حل سياسي شامل ينهي النزاع ويريح اليمنيين. وكان المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ قال في وقت سابق اليوم إن المشاورات بين وفد الحكومة والإنقلابيين المنعقدة في الكويت تقترب من إنجاز اتفاق تاريخي بعد إحرازها تقدما كبيرا حول الإطار العام الذي اقترحته الأمم المتحدة. وأوضح بيان صادر عن ولد الشيخ أحمد اليوم أن الجلسات التي عقدت أمس الأربعاء تضمنت عرضا شاملا لهيكلية إطار العمل مع آلية التنفيذ والتنسيق بين مختلف الأطراف. وأشار ولد الشيخ إلى أن هذا الإطار يشكل تصورا مبدئيا للمرحلة المقبلة ويشمل كافة الأبعاد السياسية والأمنية والاقتصادية للوضع في اليمن، وقد قام بالعمل عليه مجموعة من خبراء الأمم المتحدة تماشيا مع قرار مجلس الأمن 22/16 ومبادرة مجلس التعاون الخليجي ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل. وتطرقت المشاورات إلى كيفية تفعيل لجنة التهدئة والتواصل إلى جانب قضايا الانسحاب وتسليم السلاح والعودة للمسار السياسي وملف الأسرى والمختطفين. للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من الكويت أحمد جعفان أحد أعضاء الفريق الإعلامي المرافق للوفد الحكومي المشاور في الكويت. أحمد، ما الجديد لديك؟ أهلا وسهلا وتحية لك والمشاهدين الكرام. بالفعل كما أشرتم هناك حديث يعني حول هذه الاتفاقات، لكن يظهر علينا دائما وفد الحوثي بين الفينة والأخرى هي نوع من الإرباك، نوع من التعنت، وبالفعل يعني يؤخرون بعض الجلسات و يعني في هذه توقفت الجلسات من أمس وكذلك اليوم إلى يوم السبت نتيجة لهذا التعنت. واليوم كانت اللقاءات يعني حول تيسير الدخول في مسألة الاتفاق حول ما اتفق عليه سابقا والذي يضع فيه كما قلنا الحوثي بعض العراقيل وما شابه ذلك في ذات الصدد أيضا وفي سياق يعني بالتوازي مع ما يحدث الآن. الحوثي يصعد هجماته على الأرض ويشن هجماته على الجبهات في تعز ويعزز أيضا قواته لانتزاع مواقع جديدة في مناطق التماس، بما يشير ويدل على أن هذه الميليشيات لا زالت بالفعل وهي تخوض عملية سياسية تتمثل في هذه المحادثات التي فعلا تهيئ لها الكويت كل السبل لإنجاحها.
الا انهم يبدو انهم يتعاملون معها بيئه انتهازيه عدوانيه من خلال تصعيدهم في الجبهات ومن خلال ايضا كسبهم لهذا الوقت. لكن في كل الاحوال نحن في مشاورات تاريخيه كما اشرت في محادثات يؤكد فيها الشعب اليمني، وفي هذا السياق ايضا يعني بالفعل كل الاطراف الدوليه تحث هذه الجماعه وهذه الميليشيا انها بالفعل تستفيد من هذا يعني من هذه المحادثات لتجنيب الشعب اليمني مزيدا من الخسائر ومزيدا من الاحتراب. لكن يبدو ان هذه الميليشيات قرارها يستند الى المرجعيات المتواجده هناك عند الملالي في ايران، ولا تستند الى يعني ما يفترض ان تكون من صيغة اخلاقيه وسياسيه بالفعل يعني احمد يعني الى مسؤوليه امام الشعب اليمني وامام ايضا يعني مشروع السلام الذي يفترض ان يقوم في اليمن. احمد، المبعوث الاممي الى اليمن اسماعيل ولد الشيخ قال اليوم ان مشاورات الكويت تقترب من انجاز اتفاق تاريخي، ما المعطيات التي اعتمد عليها في تصريحه؟ هو بالفعل يعني لا يسعه الا ان يقول ذلك، وهو يلعب يعني يقوم بجهد كبير. نحن كان لنا لقاء يعني مع الوفد الحكومي في اليومين السابقين، تحدثنا كثيرا حول الموضوعات حول هذه الموضوعات، وبالتالي هو لا يسعه امام الاعلام الا ان يقول ذلك. لكن نؤكد لك ان وفد الحوثي لا يزال متعنتا، هو يقترح بعض الاشياء ثم ياتي احد الاطراف من هذه الميليشيات لينقضها، ونعود الى وتعود المساله الى المربع الاول. اذا نحن امام يعني شد وجذب، والمبعوث الاممي يعني هو بالفعل يبذل جهود كبيره جدا ولا يريد ابدا ان يخرج اي صيغه للعلم تدل على ان هناك افقا مسدودا، لكن هناك افق مسدود تحاول هذه الميليشيات دائما تصنع العراقيل امام المحادثات. لكن الامر يبقى معقودا، ويعني بالفعل ودوله الكويت ايضا تبذل جهودا كبيره جدا لانجاح هذه المشاورات. اذا الجهود كلها من هنا وهناك تصب في اطار الاصرار على انجاح هذه المفاوضات، على انجاح هذه المشاورات. لكن وفد الحوثي وصالح كالعاده هو يمارس السلوك الفوضوي مع المبعوث الدولي ومع الوفد الحكومي ومع كذلك السفراء ومجموعات ال 18 ودول مجلس احمد وكل الناس الذين يحاولون ان يقتبون وده لانجاح هذه المشاورات، لكنه يتعنت ويتعنت اكثر. احمد جعفان، عضو الفريق الاعلامي المرافق للوفد الحكومي لمشاورات الكويت، كنت معنا، شكرا جزيلا لك. قالت مصادر صحفية إن منظومة الدفاع الصاروخية للتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن اعترضت عصر اليوم صاروخا باليستيا في سماء مدينة مأرب. وأفادت المصادر أن الميليشيا الانقلابية أطلقت الصاروخ من منطقة أرحب شمال العاصمة صنعاء. إلى ذلك ألقت الأجهزة الأمنية في مأرب القبض على خلية مسلحة خططت لتنفيذ عملية اغتيالات في المدينة. وقال مصدر أمني إن أعضاء الخلية اعترفوا أثناء التحقيق أن مهمتهم تصفية ضباط ومسؤولين وشخصيات اجتماعية بالمحافظة وزراعة عبوات ناسفة في الشوارع، كما أقروا بارتباطهم بأجهزة خاصة تتبع المخلوع صالح. كان قدر مأرب على الدوام أن تقف في وجه الظلم والجبروت وأن تناضل في سبيل الانتصار لسلطة الشعب ومؤسسات الدولة. وحين اجتاحت الميليشيا الانقلابية العديد من المحافظات، رفضت مأرب الانحناء وقررت أن تكون نموذجا يحتذى به في السلم والحرب. نتابع. من هذه الصحراء تفرقت أيادي سبأ ذات يوم، وعلى هذه الصحراء تلتقي أيادي سبأ وكل العروبة هذا اليوم. من مأرب الماضي انطلقت قبائل العرب لتشكل موقعها وواقعها الجديد، وإلى مأرب الحاضر يعود الأحفاد دفاعا عن العروبة المعتدى عليها اليوم من قبل أذناب الفرس. صنعت مأرب وما تزال تاريخ مقاومة ستدرسه الأجيال بعين الإكبار. قذفت مأرب في وجه الانقلابيين شواظ النار حين كانت المقاومة في غيرها جمرا تحت الرماد. تحدت صحراء مأرب انتفاشة الانقلابيين في أوجها ودفنتهم في سراديب الموت تحت كثبان رمالها.
كانت مأرب في نظر تحالف الانقلاب عقبة كؤودا يجب اجتيازها لتستقر للانقلاب الأمور. تكفلت الميليشيا القادمة من الكهوف بإرسال أشد كتائبها بأسا وتدريبا على يد حزب اللات إلى مأرب، فيما تكفل مخلوع الانقلاب بإرسال أقوى كتائب الحرس المستمرة على الولاء لشخصه إلى ذات المحافظة. كان الهدف واضحا ولم يكن مهما مقدار الثمن، كان الهدف إسقاط مأرب. كان الطرفان وقد جمعتهما خطيئة الانقلاب يدركان خطورة بقاء مأرب بعيدا عن قبضتهما، فألقيا بسحرهما كله باتجاه مأرب، فإذا عصى المقاومة تلقف ما يأفكون. بهت الذين انقلبوا وهم يرون صمود مأرب في وجه كل أعدادهم وعتادهم، وحين ظنوا أن الأمر مجرد صمود مؤقت سيزول فاجأتهم صحراء مأرب بابتلاع كل تعزيزاتهم، فهزموا هنالك وانقلبوا صاغرين. انتصرت مأرب في رحلة دفاعها عن الذات، لكن مأرب العظيمة على الدوام لم تكن لترضى العيش لذاتها فقط، وحين رأت عاصمة الجمهورية مستباحة لميليشيا الانقلاب فتحت مأرب ذراعيها لكل اليمنيين لتصبح عاصمة الفعل والفاعلية ومنطلق المقاومة والتحرير، متجهة صوب كل بقعة يحاول الانقلابيون فيها أن يسلبوا يمنيا حريته وكرامته، جاعلة من تحرير صنعاء مهمة يتقدم صفوفها أبناء مأرب الذين تضرب ببطولاتهم الأمثال لتمضي مأرب ومعها كل اليمن صوب الغد المنتظر القريب. غد الانتصار انتصار سيكون فيه لمأرب بالتأكيد شرارة المنطلق وحلاوة الصمود وفرحة النصر. تواصل ميليشيا الحوثي والمخلوع الانقلابية خرقها للهدنة في منطقة يعيس بمحافظة الضالع. الزميل فوزي المريسي والتفاصيل. خامس هجوم تشنه ميليشيات الانقلاب على مواقع المقاومة في يعيس بجبهة مريس بالضالع منذ بدء الهدنة المعلنة، لكنها جميعا انكسرت أمام صمود رجال المقاومة والجيش الوطني. منذ بدء الهدنة هناك ثلاث هجومات أو أكثر، أما الخروقات فهي يومية وبالتالية يتم هناك محاصرة الرعية من دخول مزارعهم ومحاصرة البيوت والضرب العشوائي للقرى والمناطق المجاورة لمنطقة يعيس والقرى المحاذية لمن مريس. ليلة أمس كانت ليلة ساخنة بفعل القصف المدفعي العنيف الذي شنته الميليشيات الانقلابية على قرى مريس ومواقع المقاومة فيها. مدفعية المقاومة من جهتها قامت بالرد بعدة قذائف على تعزيزات ومواقع للميليشيات الانقلابية وأخمدت نيرانهم خلال الساعات الماضية. إذا استمروا بالخروقات ولم يلتزموا بالهدنة سندافع على أرضنا وكرامتنا ودماء الشهداء ولن نفرط في دماء الشهداء. مجلس المقاومة في مريس توعد بالرد العنيف على الميليشيات في حال استمرت في خرقها للهدنة المعلنة وعدوانها على المنطقة دون مبرر. تفاءل المواطنين في مناطق الصراع بالهدنة ليتسنى لهم العودة إلى ممارسة أعمالهم بمزارعهم بعد أن توقفوا كثيرا عنها بسبب الحرب، لكن شواهد الحال هنا تقول بأن الميليشيات لا تحترم عهدا ولا تلتزم بهدنة. فوزي المريسي، قناة سهيل، من جبهة مريس الضالع. إلى ذلك وجه عدد من رجال المقاومة الشعبية في جبهة مريس دمت بالضالع رسائل إلى المشاركين في مشاورات الكويت والقائمين عليها. نتابع. احنا نبلغ رسالتنا للمتحاربين في دولة الكويت على اساس وقف اطلاق النار كل ليلة وكل يوم، ونفاجأ بانصار الشيطان يتقدمون في كل مكان ويمتوا اطلاق النار مستمرة. نقول للحوثيين إذا لم تلتزموا بالهدنة نحن مستعدون ومعنوياتنا مرفوعة إلى السماء في أي وقت، ونقول للأمم المتحدة أن يتابعوا قراراتهم وأن يلزموا الحوثيين وأي أطراف. رسالتنا من مواقع الشرف
هو للمتحاورين في دولة الكويت هو إطلاق عدم إطلاق النار من جبهات الميليشيات، وإن لم يتوقفوا عن إطلاق النار فسنرد عليهم بالمثل وأكثر. فنريد منهم الضبط ونريد إنجاح الهروة في حقيقة، وهم دائما يرفضوا الحوارات، ولكن نقول لهم نحن مستعدين لهم يعني بعد الحوار قبل الحوار. ناشد إخواننا في دولة الكويت بتنفيذ القرار 2216 على الميليشيات ووقف إطلاق النار، وإلا إذا استمرت الميليشيات في خرقات الهدنة سيتم الرد من قبل المقاومة رد عنيف ومضاعف. يلتزموا بالهدنة ويوقفوا إطلاق النار، وإن لم يوقفوا احنا مستعدين ليلا نهارا. إلى ذلك تعرض مدير بنك التسليف الزراعي في محافظة الضالع ناصر الغراسي صباح اليوم الخميس لمحاولة اغتيال نفذها مسلحين مجهولين على متن دراجتين ناريتين. وأوضحت مصادر مقربة من مدير البنك أن المسلحين استهدفوا الغراسي في نقيل الشيم بوابل من الرصاص الحي محاولين اغتياله. وقالت المصادر إن حالته الصحية متردية. أعلن الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري بتعز عن أسر 27 أفريقيا استقدمتهم ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح الإنقلابية من أثيوبيا إلى الحديدة، ودربتهم على زراعة الألغام والمتفجرات وحرب العصابات قبل أن ترسلهم إلى تعز القتال في صفوفها ضد أبناء المدينة. نتابع. ما يشالكونا ودا أقراتهم لتتمرسون وكفر طيقة شوالله يقولون أنه ما يشتوش يدخلوا مع الحوثي مرة ثانية، ولا يشتوش يعني على نفس التقرير اللي تم عليهم. قال احنا ما عدشتش ولا ندخل مع الحوثي ولا شيء، قد غلط ما ونرجو منكم السماح انه نرجع لأهلنا لأبلادنا، والعفو منكم انه نزلوا مع التقرير بهم من البحر انهم نزلوا يتعسكروا مع الحوثي وهذا، بس الآن ما عاد يستشوش ينزلوا مع أحد ولا هذا، ويرجعوا إلى أهلهم سالمين غانمين، ويتموا بنصيحة أخوانهم الباقيين اللي في الحبشة أنهم لا يزيد الحق عليهم الحوثي وينزلهم. المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية بتعز يعلن القبض على عدد كبير من المجندين الأفارقة الذين استقدمتهم الميليشيات لقتل أبناء تعز. إنه في يوم الجمعة 15/4/2016 في تمام الساعة 4:44 مساء ألقى الجيش الوطني والمقاومة الشعبية القبض على 27 عنصرا من المحاربين الأفارقة يحملون الجنسية الأثيوبية في سائلة تقع بين حجرمين وبلاد الوافي جبل حبشي، أعمارهم بين 19 و27 سنة تقريبا. ضبطوا مسللين في محاولة للدخول إلى مواقع تابعة للميليشيات الحوثي والمخلوع، وأثناء التحقيق معهم تبين أنهم قدموا من أثيوبيا عبر البحر إلى الحديدة، وهناك تم تدريبهم لمدة 2 شهر، ومن ثم تم مرافقتهم بأطقم تابعة لميليشيات الحوثي وصالح وصولا إلى مدخل جبل حبشي الخط الرئيسي في تعز في البرح، وتم استلامهم من قبل مسلحين وتم إدخالهم إلى منطقة العنين وفقا لأقوالهم في التحقيقات الأولية. بندوا عبر أحد الوسطاء من المرتزقة يدعى فؤاد عبد القوي. كما أعلن بالمؤتمر الصحفي عن العدد المهول للخروقات المتواصلة والقتل والاستهداف بحق أبناء هذه المحافظة. عدد الشهداء الذين سقطوا خلال الهدنة 26 شهيد، وعدد الجرحى 164 جريح. الشهداء المدنيين 18 شهيد، جرحى المدنيين 113 جريح منهم 10 أطفال. عدد الهجمات على مواقع المقاومة 55 هجوم مباشر. التعزيزات التي يعني استخدمت إلى محافظة تعز خلال فترة الهدنة 164 طقم، 7 مدافع دبابة، 4 عربات شلكة، 8 حافلات، 2 عربات كاتيوشا، 2 مدرعات عربات مدرعة، 4 ليانات مطربل للذخائر. في صالات
لم يكتف الإنقلابيون بحشودهم وخروقاتهم، بل استخدموا مرتزقة أفارقة لقتل البشر وحصار المدن بعد أن رهنوا البلاد كلها للفارسي الأجنبي. محمد يوسف، لقناة سهيل، تعز. ناشدت منظمات المجتمع المدني والشخصيات الاجتماعية في محافظة الحديدة رئيس الجمهورية والأمم المتحدة بإيقاف ممارسات ميليشيا الحوثي والمخلوع ضد المدنيين. التفاصيل في التقرير التالي. وجهت مؤسسات المجتمع المدني والشخصيات الاجتماعية والمكونات والفعاليات الشبابية والمرأة بمحافظة الحديدة مناشدات لرئيس الجمهورية ورعاة الحوار المنعقد في دولة الكويت الشقيقة إلى سرعة إدراج ميليشيا الحوثي والمخلوع تحت البند السابع بعد رفضها للحوار والسلام. وما زال المخلوع صالح وميليشيات الحوثي يقتحمون المنازل ويروعون الأطفال والنساء عن أي حوار تتحدثون عنه مع هؤلاء القتلة. تم مداهمة بيوت أخواننا المواطنين الشرفاء واقتحام منازلهم وترويع السكان وتخويف النساء والأطفال. ميليشيا الحوثي والمخلوع لا تزال تتحدى القرارات الدولية من خلال ممارساتها الوحشية في اقتحام المنازل واختطاف المواطنين وملاحقتهم وترويع الأطفال والنساء وزراعة الألغام والتجنيد الإجباري للأطفال بالقوة وفرض الإتاوات لما يسمونه بالمجهود الحربي. وبهذلوا بالبلاد بهذلة، وفوق كذا عادهم باقي لنا لقمة عيالنا قائمين يشلوها، وكل يوم يجيوا لنا باسم المجهود الحربي. أي مجهود حربي هذا؟ المجهود اللي هو من أجل الحوثة، من أجل خراب البلاد. هذه الانتهاكات المروعة والتي تفاقمت مع بدء مؤتمر الكويت تعتبر تحدي صارخ من هذه الميليشيات لخيار السلام وإصرارها على خيارها الدموي في اليمن. عبد الحفيظ الحطامي، لقناة سهيل الفضائية. أطلقت منظمة الجوف للحقوق والحريات تقريرا عن انتهاكات ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح بحق أبناء المحافظة والتي تجاوزت 11,000 انتهاك. مراسلنا صالح مبخوت والتفاصيل. بعيدا عن الطائفية المقيتة والانقسامات المنبوذة، عاشت الجوف وعاش أبناؤها في حياة يملأها الحب والوئام، فلا فرق بين هذا وذاك، حتى أتى ما يسمى بالحوثيون الخارجين من كهوف الجهل والعصبية والتخلف والطائفية، عصابة لا تعرف إلا شعار إن لم تكن معي فأنت عدوي. في العام 2009 هاجمت تلك العصابة المسلحة عدد من المناطق في محافظة الجوف لترتكب أبشع الجرائم والانتهاكات بحق الإنسان في ظل صمت من حكومة المخلوع آنذاك. واصلت عصابة الجهل والتخلف عدوانها على محافظة الجوف كغيرها من المحافظات اليمنية حتى استولت على المحافظة بأكملها، فقتلت وجرحت وشردت واعتقلت الكثير من أبناء هذه المحافظة، فلم ينجو أحدا في الجوف من ظلم وغطرسة الحوثيين ومشاريعهم الدموية. اليوم الثلاثاء نفذت منظمة الجوف للحريات وحقوق الإنسان مؤتمرا صحفيا بمدينة الحزم مركز المحافظة، استعرضت فيه الانتهاكات والاعتداءات التي طالت أبناء الجوف من قبل عصابات الموت والدمار. فقد وثق تقرير لهذه المنظمة أكثر من 11,000 انتهاك بحق الإنسان في الجوف، توزعت تلك الانتهاكات ما بين قتل وإصابة واعتقال وتهجير وضحايا ألغام وأخطاء طيران وتجنيد أطفال ونهب للممتلكات الخاصة والعامة وغيرها من الانتهاكات. يعقد هذا المؤتمر الصحفي لإشهار التقرير الحقوق الإنسانية الذي قامت به منظمة الجوف للحريات وحقوق الإنسان، الذي يرصد ويوثق حالات الانتهاك التي تعرض لها محافظة من تاريخ مارس 2014 حتى فبراير 2016. نطالب المجتمع الدولي بتشكيل لجنة تحقيق فيما حدث في هذه الجرائم والنزول الميداني ومقابلة الضحايا والعمل بتقديم الجناح إلى يد العدالة وتعويض الضحايا وجبر الضرر. هذا الشاب نموذجا من عشرات الشباب بل المئات، والذي كان ضحية عدوان الميليشيات الحوثية حيث أقدمت تلك العصابة بالضرب المباشر بالرصاص الحي حتى أصابته وقتلت 2 من رفاقه دون سابق ذنب. تعرضت إلى أحد المداهمات والانتهاكات في مديرية رجوزة في تاريخ 5/4/2015، يعني في 21/6،
هدمونا دعمنا المنازل وأصبتنا هذا إصابة الساق وقتلت لنا واحد طفل عمره 14 سنة واحد من ابن عمي فارس نعمان عمره 27 سنة. منظمة الجوف للحريات وحقوق الإنسان طالبت المنظمات الدولية والمحلية للنزول إلى المحافظة لرصد الانتهاكات والاعتداءات التي ارتكبت بحق أبناء الجوف لكي يقتصوا من القتلة ويتم محاكمة المجرمين ويؤخذ بحق المظلومين. تفاقمت الأوضاع الإنسانية والاجتماعية في محافظة الجوف فور انقلاب الحوثيين على السلطة معاناة تحاول بعض المبادرات المحلية والدولية التخفيف منها والحد من تداعياتها. صالح مبخوت لقناة سهيل محافظة الجوف. قال شهود عيان إن انتحاريا فجر سيارة مفخخة كان يقودها عند الحاجز الأمني الأول قرب منزل مدير أمن عدن اللواء شلال شايع في منطقة التواهي بعدن. وأوضح بلاغ صحفي صادر عن شرطة مدينة عدن أن وحدة من حراسة مدير عام شرطة عدن أحبطت محاولة تفجير بائسة نفذها انتحاري يرتدي زيا نسائيا كان على متن سيارة نوع سنتافي استهدفت البوابة الخارجية لسور منزل مدير عام شرطة عدن اللواء شلال علي شايع في حي التواهي بعدن، وأدى الانفجار إلى إصابة أحد أفراد الحراسة بجروح طفيفة واحتراق سيارتين. ناقش نائب وزير التربية والتعليم الدكتور عبد الله لملس اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن أهمية دور المانحين في دعم وتطوير قطاع التربية والتعليم ومطابع الكتاب المدرسي، وذلك في اجتماع ضم قيادات المطابع المدرسية وأعضاء من مكتب التربية والتعليم بعدن وممثلين من منظمات دولية. وأشار نائب الوزير على أهمية دور المنظمات الدولية المانحة في دعم قطاع التربية والتعليم وتطوير المطابع المدرسية في عدن خاصة مطابع المعلى التي يمكنها أن تساهم في إنتاج كميات كبيرة تغطي عددا من المحافظات خلال الأعوام القادمة، إضافة إلى المساهمة في تمويل عملية الاختبارات والمساهمة في تأسيس كنترول الاختبارات والمطبعة السرية. برعاية محافظ عدن اللواء عيدروس الزبيدي ونائب وزير التربية والتعليم الدكتور عبد الله لملس، اختتم مكتب مؤسسة طيبة بعدن صباح اليوم برنامج الدبلوم المهني في الإدارة المدرسية بحفل تكريمي لـ30 من مديري ووكلاء مدارس عدن، وذلك بتمويل من مؤسسة العون للتنمية وبالشراكة مع مدير مكتب التربية والتعليم بعدن. البرنامج الذي استمر 3 أسابيع تطرق إلى وسائل إشراك المجتمع في تطوير المدرسة وبرامج المتابعة والتقييم وبرامج التخطيط وغيرها من أدبيات الإدارة الحديثة للعملية التعليمية. وفي ختام الحفل تم تكريم الرعاة والمدربين والمتدربين وإدارة البرامج من قبل إدارة التربية ومكتب طيبة في عدن. قال مصدر عسكري بالمنطقة العسكرية 5 أن العميد عمر جوهر قائد اللواء 82 سابقا عين رئيسا لأركان المنطقة العسكرية 5 خلفا للعميد عمر سجاف. وحسب المصدر العسكري فإنه تم تعيين العميد عمر سجاف قائدا للواء 122 التابع للمنطقة العسكرية 3. وتأتي هذه التغييرات في المنطقة العسكرية 5 تزامنا مع قرارات عسكرية في عدد من المناطق العسكرية الأخرى. دعا القيادي في المقاومة الجنوبية بشبوة الشيخ علي محسن السليماني إلى محاربة الاحتكار لاحتياجات الناس من المشتقات النفطية أو المغالاة بأسعارها، وشدد خلال لقائه بقيادة شركة النفط وممثلين من ملاك محطات بيع المحروقات بمدينة عتق على ضرورة محاربة ظاهرة النقاط غير الرسمية والقطاعات المتكررة لناقلات المشتقات النفطية. وطالب السليماني أجهزة الأمن والمقاومة بضرورة التصدي لهذه الظاهرة بكل حزم وعدم السماح بمعاودتها إطلاقا، مؤكدا على ضرورة ومواصلة شركة النفط لدورها كبوابة وحيدة لاستيراد المشتقات النفطية والإشراف على توزيعها وأسعارها في مختلف محطات بيعها بالمحافظة. دشن الوكيل المساعد لمحافظة شبوة علي بن راشد الحارثي فعاليات أسبوع النظافة السنوي الأول لمدينة عتق عاصمة المحافظة تحت شعار يدا بيد من أجل مدينة نظيفة،
ونوه الحارثي بأهمية هذه المناسبة ودورها في تعميق قيم النظافة بين سكان المدينة، ودورها في الحفاظ على المظهر الجمالي للمدينة ومحاربة مصادر الكثير من الأوبئة والأمراض. بدوره دعا مدير إدارة النظافة بصندوق النظافة والتحسين بالمحافظة ناجي المدلول سكان المدينة إلى ضرورة التفاعل والمشاركة في إنجاح فعاليات الأسبوع الأول للنظافة لعاصمة المحافظة، وذلك من خلال رفع المخلفات من أمام المنازل والمحلات التجارية ووضعها في الأماكن المخصصة لها. اختتمت اليوم حملة نظافة مدينة الحزم عاصمة المحافظة، والتي حملت عنوان مدينة أجمل. وكانت مؤسسة المعلم للتنمية قد أطلقت الحملة في 12 إبريل وانتهت في 27 من ذات الشهر، ولاقت ترحيبا وارتياحا واسعا من قبل المواطنين. حضر الحفل قيادات السلطة المحلية بمديرية الحزم وعدد من مديري العموم بالمحافظة، وأكد مدير مؤسسة المعلم للتنمية الأستاذ صالح جمل أن الحملة لاقت تعاونا من الأهالي وأصحاب المحال التجارية. وكشف مدير المشروع الأستاذ محسن الصراط أن المشاركين في الحملة تمكنوا من رفع ما يقارب 193 طنا من المخلفات. أقيم بمحافظة الضالع حفل تخرج الدفعة الخامسة من طلاب كلية التربية وتكريم أوائل الطلاب من مختلف أقسام الكلية. وفي حفل التخرج الذي شهد حضورا رسميا وشعبيا كبيرين، كان في مقدمة الحاضرين رئيس جامعة عدن الدكتور حسين باسلامة ومحافظ الضالع الأستاذ فضل الجعدي، ووكيل أول محافظة الضالع الأستاذ أمين صالح، وعميد كلية التربية الدكتور محسن عبد الله، وعدد من المسؤولين وقيادات المقاومة. وألقيت في الحفل كلمات متنوعة ومتعددة، فيما تنوعت الفقرات الحفل واختتمت بتكريم أوائل الخريجين وأوائل الطلاب من مختلف الأقسام. اختتمت المؤسسة الرائدة الخيرية للتنمية الإنسانية بتعز اليوم برنامج الدعم النفسي لعدد 25 جريحا، وذلك بعد تأهيلهم وتدريبهم للعمل بمهن مختلفة ليتمكنوا من مواصلة دورهم في المجتمع ويتمكنوا من إعانة أنفسهم وعائلاتهم. نشرتنا انتهت، ولا يبقى إلا أن نذكر بأبرز العناوين. الوفد الحكومي المشارك في الكويت يؤكد أن قصف الإنقلابيين للمدنيين ينسف مسار السلام. أسر 27 مسلحا إفريقيا استقدمتهم الميليشيا الإنقلابية للقتال في تعز. حراسة مدير شرطة عدن تحبط عملية انتحارية استهدفت البوابة الخارجية لسور منزله. ختام هذه النشرة، يمكنكم متابعة برامجنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر ويوتيوب وتليجرام. دمتم في أمان الله.